لغتي لغتي العربية، لغة العرب القومية. كم حازت في الدنيا جمالا دون لغات البشرية. اقرأ ما كتب العظماء، اقرأ واقرأ ثم اقرأ واسمع ما قال الحكماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الطلاب، أهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية، واليوم سنستكمل دراسة قصة مسعود السلحفاة. خطوات درسنا اليوم: أولا مناقشة التهيئة، اثنان عرض الأهداف، ثلاثة قراءة الفكرة ومناقشتها من خلال الإجابة عن الأنشطة، تدوين نشاط كتابي بالدفتر، التقييم الختامي. ماذا اشترت مسعودة من البقالة؟ هيا تذكر. ما شعور الأب عندما اشترت مسعودة الرقائق الملونة؟ هيا فكر. أهداف درسنا اليوم: أن يستنتج المتعلم الدروس المستفادة من القصة مبينا أثرها في نفسه. مخرجات التعلم هي: استنتاج المغزى من القصة، اقتراح نهاية جديدة للقصة. نتذكر اسم كاتبة القصة، هي الكاتبة مايا أبو الحيات، وهي كاتبة من بيروت ولها العديد من الروايات مثل حبات السكر. هيا بنا نستكمل دراسة قصة مسعود السلحفاة. فرحت مسعودة لأن هذا الكيس مناسبا لوالدها. عادت مسعودة ومعها كيسان من رقائق الخص المقرمشة وأصابع الجزر الناعمة وحلقات البصل الطازجة، واحد لها وواحد لأبيها. قدمت مسعودة قدمة من الرقائق الطازجة. ياه، كم هو رائع طعم وصوت قرمشتها! لقد أحبت طعمها جدا، أخضر برتقالي بنفسجي. هنأها والدها على اختيارها السليم. ثم فاجأها والدها بكيس من حبات الطماطم الكرزية الطرية. فرحت مسعودة بالطماطم الكرزية الطرية، وشكلت لوالدها وجها مبتسما من ألوان الخضار وأشكاله. عزيزي الطالب، يمكنك التوقف هنا قليلا لقراءة هذه الفكرة بنفسك الآن، ثم استعد للمشاركة والإجابة عن الأسئلة التالية. هيا اقترح نهاية جديدة لهذه القصة. حاول أن تغير نهاية القصة. هيا فكر. ما العلاقة بين مبتسما وحزينا؟ رائع، علاقة تضاد. تنوين، ابحث عن كلمة بها تنوين. مناسبا، تنوين فتح. أفعال، ابحث عن أفعال موجودة بالفقرة. فرحت، قدمت، فرحت أيضا، أحبت، كل هذه أفعال. عادت، كلمات تعبر عن الفرح. أين هي؟ نعم، عندما أقول فرحت مسعودة لأن هذا الكيس مناسبا لأبيها. أيضا عبارات تعبر عن الفرح. هنأها والدها على اختيارها السليم. أيضا فرحت مسعودة بالطماطم الكرزية الطرية. شكلت لوالدها وجها مبتسما من ألوان الخضار وأشكاله. كلها عبارات. والآن يمكنك فتح هذا الرابط المرفق والإجابة عن مجموعة من الأسئلة من خلاله أثناء الحصة. والآن عزيزي الطالب، هيا انظر معي إلى هذه الصور وعبر عنها بجملا مفيدة مراعيا التحدث باللغة العربية. هيا نستنتج الدروس المستفادة من القصة. ماذا تعلمنا من القصة؟ أولاً، أهمية تناول الطعام الصحي. أيضاً، أن نسمع كلام والدينا.
أن نسأل عن الأشياء التي لا نعرفها، أن نحسن اختياراتنا. ما مظاهر اهتمام دولة الإمارات بصحة المواطنين؟ يفكر، ما الذي تفعله دولة الإمارات حتى تهتم بالصحة؟ تخيل نفسك مكان مسعودة وطلب منك والدك شيئا آخر من البقالة وأنت لا ترغب به، هل ستختار ما تريده أم ستختار ما يطلبه منك والدك؟ والآن عزيزي الطالب، حان وقت النشاط الكتابي. يمكنك اختيار أحد هذه الأنشطة وكتابتها بالدفتر مراعيا كتابة التاريخ والعنوان والهدف. والآن وقت التقييم الختامي، يمكنك فتح هذا الرابط المرفق والإجابة عن مجموعة من الأسئلة من خلاله أثناء الحصة مع المعلمة. والآن بعد الانتهاء من الإجابة عن الأنشطة السابقة، يمكنك الآن فتح برنامج عصافير وقراءة القصة التي أرسلتها إليك معلمتك. مع تمنياتي لجميع الطلاب بدوام التوفيق والنجاح. شكرا لكم على حسن استماعكم.